موجز لأهم الأنباء كنقدموه لكم من شوف تي في. أهلا بكم. نشر حكيم بن شماس صورة وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حبيب شوباني مع ابنه اللي كيدرس بتركيا، اللي سبق أنه قال في حقه بن شماسة أن شوباني دخل الابن ديالو من أجل الدراسة بإحدى الكليات بتركيا، مما رد عليه رئيس الحكومة في جلسة شهرية سابقة أنه انتبت ما قاله بن شماسة غادي يقدم شوباني الاستقالة ديالو. في خبر اخر، نجح محمد العنصر وزير الداخليه خلال جلسه اسئله شهريه من ليل التصويت بالاجماع على قانون التقطيع الترابي باستثناء ممتنع واحد هو محمد عامر من الفريق الاشتراكي. نجح وزير الداخليه كان مزدوج الاول كيتعلق بتمرير المشروع دون معارضه فريق العداله والتنميه اللي سحب تعديلاته سابقه على المشروع، وتاني الاهداف اللي تحققت هو نجاح العنصر في تمرير القانون بالصيغه اللي جات بها الغرفه الثانيه. في الوقت اللي كتعاني فيه الجارة الشقيقة من أزمة ولا من أزمات اجتماعية واقتصادية متتالية، قال القنصل الإسباني بالجزائر أنه إسبانيا كتشهد ارتفاع في نسبة البطالة، وأنه الجزائر قدمت دعم كبير لها منوها بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين اللي وصفها بالقوية والتاريخية، مضيفا على هامش اللقاء الاستثماري الجزائري الإسباني أنه العلاقات بين البلدين كتشهد نمو وتطور كبير في مختلف المجالات، وقال بأنه نسبة ديال البطالة في إسبانيا كترتفع بنسبة كبيرة، مضيفا أن الجزائر قدمت دعم كبير لها معتبرا الجزائر بلد كبير وأعانهم بزاف مقابل شعب كتنخر الأزمات. مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تتعد القنوات التلفزيونية المغربية لدخول سباق الشهر الفضيل ب 35 عمل فني، تقدرت الكلفة الإجمالية ديالهم بأزيد من 86 مليون ديال الدرهم، ومن المرتقب أنه تكشف قنوات القطب العمومي عن خريطة البرامج ديالها الجديدة رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة حسب مصادر مقربة من إدارات الإنتاج بدزام الأولى وميدي أن تي في. فإنه أغلب الأعمال الرمضانية الجديدة كتنتمي إلى صنف الكوميديا والدراما الاجتماعية وحتى برامج الكاميرا الخفية. وغادي نختموا بالخبر الرياضي، بحيث حقق المنتخب المغربي لكرة القدم فوز كبير على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة ديال 3 أهداف مقابل لا شيء في أولى مباريات ضمن المجموعة الأولى من مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب البحر المتوسطة واللي كتقام في مدينة مرسين جنوب تركيا. بعد الخبر مشاهدينا، كنتوا معكم أوراق الموجز، لكم أطيب وأرق تحايا من كل طاقم شوف تي في، تقنيين وصحفيين. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.